للحديث عن الموضوع معنا من عمان الأستاذ مكي النزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ مكي النزال، مرحبا بكم. بداية، يعني بعد أكثر من 4 شهور على الثورة، ثورة تشرين، السلطة أصرت على مرشحها المرفوض للرئاسة، رئاسة الحكومة. لماذا لم تدرك القوى السياسية حتى الآن أن الثورة لن تقبل الحلول الترقيعية؟ أهلا بكم، حياكم الله. الحقيقة أن النظام لا يستطيع أن يستورد شخصية من خارجه. الآتي من خارج النظام سوف يقلب الدفاتر، وكما يقول العراقيون الصفحات مسخرة، سوف ينبش في قضايا الفساد، سوف يريد لهذا الوطن أن يستعيد كرامته وحريته، سوف يريد الشباب أن يعيشوا حياة حرة كريمة هم وعوائلهم. لذلك فالآن من الخارج سوف يعلن حربا على هذا النظام إذا كان نزيها، وبذلك ينتهي النظام في السجون ومصادرة الأملاك. إذن لا يمكن لهذا النظام إلا أن يأتي بشخصية تمثله وتشبهه وتتطابق معه، ولذلك يأتون بعلاوي وغير علاوي، ولو جاءوا بغيره لكان مثله أو أكثر. هذا التعنت الحكومي أستاذ مكي النزال كيف سينعكس على ثوار تشرين؟ يعني ثوار تشرين بدأوا بتصعيد حراكهم في الإطار السلمي بالطبع، رفضا لتكليف محمد علاوي لرئاسة الحكومة. كيف سينعكس هذا التعنت الحكومي على الثورة من وجهة نظرك؟ الثورة كلما ضغطت عليها وقمعتها سوف تزداد سخونة وسوف تزداد تمسكا، وأثبت ما نقول الزمن الماضي، 14 الماضية كلما ضغط على هذه الثورة ارتفع سقفها وجاء منها التصعيد. وهناك مفاجآت وما ستظهر في القريب العاجل تصعق هذه الحكومة وتصعق هذا النظام، لأن الشعب العراقي شعب صامت طاقة، لكنه حين ينفجر سوف يؤدي هذه العملية السياسية ويفتح عليها أبوابا لا تستطيع إغلاقها. هذه هي ثقتنا بالمتظاهرين ومن ورائهم الشعب بأسف. يعني حتى المحافظات التي لم تخرج هي خلف هذه المظاهرة. أنا واثق 100% واتصالاتي بكل العراق والعراقيين في الخارج، الكل خلف هذه المظاهرة. في كل طجر عراقي هناك ثورة وهناك مظاهرة وهناك دعم لمطالب، فسوف يكون الرد دائما أقوى وأقسى. وأهم رد في نظري هو الصمود والثبات المتحقق الآن. نعم. ثوار أيضا يعني هم مستقلون، حذر الميثاق الوطني العراقي من محاولات السيطرة على الثورة. يعني الثوار من وجهة نظرك أستاذ مكي نزال، هل تجاوزوا هذه النقطة؟ كيف الحفاظ على استقلالية الثورة، يعني على تواصل منذ انطلاقها حتى الآن وحتى في المرحلة المقبلة؟ الثوار منذ اليوم الأول تتعاورهم رياح السياسيين، ولكن هذه المرة قفزت جهة كانت تزعم أنها مع المظاهرات. طبعا نحن نرصد، والثوار الواعون يرصدون حركات هذه المجموعة، وحاولت الاندساس، وكل مرة تدخل في المظاهرات وتسحبها إلى نهايتها. هذه المرة قالوا لهم أنتم لستم منا، فصبرت هذه المجموعة إلى حد معين، ثم لم تستطع إلا أن تنزع القناع وتكشف عن وجهها الحكومي. وهذه الجهة لها 6 وزراء وربما 54 نائبا، يعني هي في صميم السلطة، هي ربع السلطة إن لم يكن أكثر، وقائدها في قم.
ومن هناك لا يمكن أن تطالب بثورة ضد نظام تدعمه الجيران. المهم أنهم الآن فقط كشفوا عن وجههم الحقيقي لمن لم يكن يعرفهم، والثورة تعرفهم والثوار يعرفونهم ولن يؤثروا شيئا صدقني. هم أخذوا بناية، ولكن كما قلت لك الثورة في صدور كل العراقيين، والثوار صامدون وسيفاجئونهم بتصرف جديد يرغمهم على ترك هذه البناية وترك الثورة في حالها. أخيرا أستاذ مكي نزال، أخيرا يعني كيف تقيمون دور المجتمع الدولي تجاه التظاهرات السلمية في العراق؟ يعني المجتمع الدولي تحرك قليلا، أسمعنا أصوات 16 دولة هنا ودولة هناك وجمعية هنا ومنظمة هناك، ولكن هذا المجتمع الدولي يبقى لا يعول عليه إلا بعد أن يثبت له أن هذه الثورة لا يمكن أن تنتهي إلا بنهاية النظام. في تلك الحالة سيراعي مصالحه وسيأتي إلى الثوار ويتفاهم معهم. المجتمع الدولي يريد مصالحه، فنحن نخاطبه بالإنسانية وحقوق الإنسان، ولكننا في قرارة أنفسنا نعلم أنه يفتش عن مصالحه ومصالح هذه الدول، ومعظمها استعمارية. فلذلك نتوقع أن الثورة إذا إن شاء الله ثابتة بعد حين سيرى أن هذه الثورة لا يمكن قمعها، فسيأتي للتفاوض معها، وحصل ذلك في العالم في أكثر من مكان وفي أكثر من ثورة، وإن شاء الله سيذعن هذا المجتمع الدولي كما تذعن القوى الإقليمية والمحلية لصمود وثبات الثوار في العراق. من عمان الأستاذ مكي نزال، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، نشكرك شكرا جزيلا.